دكتور جمال عصمت عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية قال إن اللجنة هتجتمع خلال أسبوعين لوضع قواعد استرشادية يعني بروتوكول علاجي بالنسبة للأدوية الجديدة اللي تم تسجيلها في مصر لعلاج مرضى فيروس سي لاستخدامها في المراكز العلاجية التابعة للجنة قبل نهاية العام الجاري. وقال في تصريحاته برضو إن بروتوكول العلاج الجديد اللي هيتم تطبيقه هيكون الثالث بعد بروتوكول العلاج الخاص ب سوفالدي وبأوليسيو، وإن في ثلاث أدوية جديدة هتكون متاحة في مصر خلال شهرين. معنا على التليفون دكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. دكتور وحيد برحب بحضرتك معنا يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور وحيد، كلمنا عن الجديد بقى في العلاج مرضى فيروس سي والبروتوكول العلاجي الثالث اللي هيتم اعتماده إن شاء الله. أول بروتوكول طبعا كان السوفالدي، ثاني دواء كان الأوليسيو. أيوه. الدواء الثالث اسمه داكلاتازفير، أو هينزل عندنا اسمه كلاتازيف. وده بيتاخد مع السوفالدي. وفترة علاج 3 شهور بدون انترفيرون وبدون ريبافيرن. الميزة في الدواء ده إنه ممكن يتاخد في مرضى اللي عندهم بداية فشل كبدي، زي اللي عنده شوية استسقاء أو حاجة ما شابه هذا. لأن كان التوالدي والأوليزيو ممنوعين في هذه هؤلاء المرضى، اللي عنده فشل كبدي كان ممنوع ياخد أوليزيو. الدواء الجديد اللي هو داكلاتازيف ده ممكن ياخده اللي عنده بعض فشل كبدي. الدواء اللي بعد كده هيبقى اسمه كيوريفو. وأيضا ده بيتاخد في الناس عندهم بعض الفشل الكبدي، وبرضه بيتاخد في المرضى اللي عندهم فيروس سي وفشل كلوي. في ناس كتير عندهم فشل كلوي بيعملوا غسيل كلى، عندهم فيروس سي وهيتعالجوا بالكيوريفو ده اللي جاي الشهر اللي جاي. وثم في شهر 12 باذن الله هيبقى في دواء ثالث اسمه هارفوني، وهارفوني ده برضه نتائجه ممتازه جدا، وبيتاخد في الناس اللي هم خدوا سوفالدي ولما يستجيبوا. فإذن كل دواء من دول ليه احتياج معين. يعني يا دكتور وحيد ما فيش دواء هيلغي اللي قبله، يعني كل الأدوية دي هيتم استغلالها أو استخدامها لكن وفقا لكل حالة وطبيعتها. الميزة اللي عندنا إن هيبقى عندنا 5 بروتوكولات علاجية في الفترة الجاية، والطريقة دي اللي هتصب في مصلحتنا إحنا كمرضى وكدولة، إن إحنا هنخفض سعر الأدوية لأن الشركات دي هتتنافس على العلاج بتاعنا، طبعا بالإضافة إلى الإنتاج المحلي من السوفالدي وأدوية أخرى كمان. فيعني انا اتوقع كده ان خلال 6 اشهر هيبقى علاج فيروس سي بتكلفه قليله جدا وهيكون متواجد. يعني بنسبه قد ايه مثلا من الوضع الحالي يا فندم؟ في تقدير كده تصور للتخفيض اللي هيحصل؟ انا اتوقع في 2016 يبقى كورس علاج فيروس سي هيبقى حباه في اليوم لمده 3 اشهر بتكلفه مثلا حوالي 4 أو 5 آلاف جنيه. يعني في بدايه علاجنا من كام سنه كنا بنعالج بالانترفيرون ب 70,000 جنيه المريض. دلوقتي احنا هنوصل ل 3-4 آلاف جنيه وبنسبة شفاء تصل. ونقدر نعالج بيهم قد ايه يا فندم المستهدف برضو من تلقي العلاج؟ احنا في مبادره سياده الرئيس كان المستهدف نعالج 1 مليون مريض. انا اتوقع ان احنا نعالج حوالي 500,000 مريض في السنه ان شاء الله. يعني ان شاء الله يا رب باذن الله. شكرا دكتور وحيد دوس رئيس اللجنه القوميه لمكافحه الفيروسات، شكرا جزيلا.